مش ملاحقين على الفلاحين بالظبط وبناخد منهم. أيوة. كان في برضه سفن بتورد قمح أيوة. اجنبي ايوه يعني اقول لحضرتك في صومعه في الاسكندريه الساعه بتاعتها 100,000 طن. شوف حضرتك الصومعه في نفس الوقت اللي بتورد فيه القمح المستورد بتورد فيه القمح المحلي الصومعه دخل فيها كان فيها كميه 47,768 طن قمح روماني مفرغ نهائي، وفي مركب تاني بتفرغ بكميه 48,300 قمح فرنسي جاري استكمال اجراء الفراغ في يوم 27/4 في نفس توريد القمح المصري. تمام؟ مين اللي بيسمح بده؟ حضرتك اسال المسؤولين، المسؤولين على التلاعب بصحه الشعب المصري والتلاعب بقوت الشعب المصري. المسؤول في قيادات كرتونيه لا تعي معنى كلمه المسؤوليه ولا يعنيها شيء بصحه المواطن المصري ولا يعنيها شيء بصحه الشعب المصري. قيادات كرتونيه، وفي منهم طبعا كتير جدا في وزاره الزراعه انا اعرفهم بالاسم ومقدم بلاغات كتير جدا ضدهم. تمام؟ اقول لك مينا دمياط. مينا دمياط فيها صومعه بتشيل. طب خليني دلوقتي استفسر عن جزئيه معينه علشان ما نتوهش في التفاصيل والارقام، ممكن تدوهنا وتوه مشاهدنا الكرام. تمام.